بالنسبه لنا كتنسيقيه ديال الثانوي التاهيلي، فالوقوف ديالنا اليوم امام الاكاديميه جاء بعد واحد يعني سلسله ديال الوقفات والمسيرات داخل في جميع جهات المغرب، وهذا جاء بناء على النظام الاساسي المجحف في حق نساء ورجال التعليم الذي جاءت به وزاره التربيه الوطنيه في معزل على نساء ورجال التعليم، نظام اساسي يهضم حقوق نساء ورجال التعليم، نظام قالت فيه النقابات على انه نظام على انه تم 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 يعني حيدوا ذاك النظام الاساسي اللي تم الاتفاق عليه، وتم وضع نظام اساسي جديد اللي وضعه الوزاره بمفردها. وهذه تصريحات من نقابيين اللي شاروا لهذه المسائل هذه بعد في حوارات رسميه لهم. اذا بالنسبه لنا هذه الوقفه اللي غادا ترفق بطبيعه الحال بمسيره جاءت كما قلت بعد واحد السلسله ديال سلسله ديال 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 النضالات، واللي الحكومه واللي وزاره التربيه الوطنيه الى حدود الساعه لم تقم بحل هذا الملف. ما يناهز الشهر ونصف وكنشوفوا وليداتنا باقين في المنازل ديالهم، والاساتذه كما كتشوفوا ها هما باقين في الشوارع يناضلون من اجل انتزاع حقهم. ننتظر تدخل ذوي العقول من اجل حل هذا الملف، لان هذا الملف هذا تم التطاول فيه من واحد المجموعه ديال الوزارات اللي حنا كنستنكروا وكنشجبوا داك التدخلات ديالهم يعني عن 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 يعني ماشي عن درايه بالملف، وكنشوفوا التدخلات ديالهم. فوقوفنا اليوم ساعيدها من أجل إسقاط النظام الأساسي، من أجل إسقاط النظام الأساسي اللي جاء بعد ساعات غير محددة، اللي جاء بمهام إضافية للنساء ورجال التعليم، اللي جاء بعقوبات لأول مرة يتم ذكرها في النظام الأساسي. العقوبات كتكون في الوظيفة في النظام الوظيفة العمومية، فإذا بنا نتفاجأ على أنه هناك عقوبات في هذا النظام الأساسي، وهذا كما قلت على أنه يحولنا على أن المدرسة العمومية سيتم تفويتها، ووزارة التربية الوطنية سيتم تفويتها للقطاع الخصوصي. وإذا كانوا هاد الناس هادو فعلا هذا هو التوجه ديالهم، فيخرجوا ويكونوا اقوياء ويقولوا على الشعب المغربي. اذا جئنا اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كتشوفوا بتنسيق بين التنسيق الوطني السلسله الثانوي التاهيلي والتنسيق القطاعي الموحد الذي يضم اكثر من 20 هيئه يعني تشتغل في قطاع التربيه والتعليم. جئنا اليوم لنقول نعم للحوار، ولكن بالمقابل لنؤكد على مطالبنا المشروعه والعادله والتي اصبحت يعني حديث القاسي والداني يعرفها الصغير والكبير. اولا صاحب النظام الاساسي الذي تسبب في اشعال هذه الفساد الاحتجاجات، واللي للاسف ما زالت الوزاره الوصيه لم تبدي يعني خطوه ايجابيه في اتجاه الغاء هذا النظام او على الاقل تجميده من اجل اعادته الى طاوله المفاوضات والحوار. كذلك النقطه الثانيه نعيد التكرار والتذكير بمطلبنا الان والفوري، وهو الزياده في الاجور، زياده عادله في الاجور تضمن حياه كريمه على باقي القطاعات. كيف يعقل ان جميع القطاعات العموميه تزاد لها في الاجور يعني بسخاء كبير
ونجد في التعليم زادت بعض الاطر اللي هي الاداريين والمفتشين والاعوان وكذا، ومن حقهم ويستحقون ذلك، ولكن كيف يعقل ان الاستاذ اللي كنتكلموا بانه قطب الرحاق هو اللي كيقوم عمليه الاصلاح بشكل مباشر في القسم، ومع ذلك لا نجد له يعني تعويضا يميز يعني اداءه وعمله الذي يشارف. جئنا كذلك نقول بان الاقتطاعات من اجور المدربين هي خط احمر، راه ما غاديش يقبلوا الاساتذه ان يتقطع من الاجره ديالهم يعني بشتى الطرق، والا هذه هي الاشاره الوحيده اللي كنتظروها ايجابيه من طرف الوزاره ان ممكن تعطيها باش اننا نقصوا نقنعوها الشغيله التعليميه انها ترجع للاقسام ويمكن لها يعني تادي الوظيفه ديالها ريثما اننا نشوفوا هذا النظام الاساسي شنو غيدار في اطار الحوار مع طبيعه الحال النقابات ومع كذلك التنسيقيات اللي كتشكل الان اللي هي واقفه اليوم كتشكل واحد القوه ضاغطه باش اننا خصنا نصنجوا الصوت ديالها. بالنسبه للتصريحات ديال السي وهبي السيد الوزير، بصراحه انا سنين كنا كنشوفوا الوزاره يعني كتكلموا بواحد الشكل اللي هو وازن ومعقول ولسمسنا مجموعه من الاعذار، ولكن هذا وراه احنا ما غاديش نقولوا شي جواب اللي ماشي هو هذاك، لاننا احنا ناس ديال التربيه والتعليم، هادو ناس راه مغاربه وكيقريو المغاربه وعندهم غيره على الوطن وما كاين حتى شي اجنده، راه المطالب ديالنا واضحه، احنا راه ماشي بوليزاريو ولا ماشي انفصاليين، احنا كنتكلموا على مطالب عادله، نسحبوا هذاك النظام الاساسي اللي كلشي كيقول راه ما خدامش، نزيدوا الناس في الاجور ديالهم، نحيدوا اقتطاعات، وانا ذاك مرحبا الحوار. وحنا ما غنقولوا حتى شي حاجه اللي غادي تقدح في المؤسسات ولا في الناس اللي كيمثلوا الدوله، مرحبا بالحوار في اي وقت وحنا مستعدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.